السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم لحم حلو بكمية صغيرة. درت في الأيام اللي فاتوا كمية كبيرة تكفي طوال الشهر الكريم، والوصفة تصلح كذلك للأعراس والمناسبات، لكن يعني بعض المتتبعين حبوا كمية صغيرة، لهذا نزلت هذا الفيديو. الطريقة راح تكون تقريبا نفسها اللي اعتمدتها في الطريقة الأولى، لكن كاين بعض الاختلافات الصغيرة وراح نشوفوها مع بعض. فقط تبعوني حتى النهاية. راح نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير. عندي تقريبا نفس المقادير، عندي القليل من المشمش المجفف، شوية عينة ولا البرقوق المجفف، والقليل من الزبيب، وعندي التفاح الأصفر. ضروري تستخدموا يعني نوعية تكون يابسة وتكون شادة روحها هكذا باش تتحمل درجة الحرارة. وهنا تقدروا ديروا 3 حبات ربع حبات يعني كيما حبيتوا. هنا عندي نصف كيلوغرام من السكر، عندي عود تاع القرفة، عندي حوالي نصف ملعقة صغيرة من الزبدة ولا السمن، وعندي هنايا حمض السدرك يعني القليل فقط، وتقدروا تعوضوا كذلك بملعقة كبيرة من عصير الليمون. عندي مستخلص المزهر يعني راح يمديكم ذوق ما شاء الله للحم حلو تاعكم ولكل الوصفات المعسلة. عندي المزهر وعندي نصف لتر من الماء، يعني هنا كل المكونات تقدروا تزيدوا وتنقصوا فيهم ما عدا كمية الماء وكمية السكر. هنا راح ناخذ طنجرة يعني متوسطة الحجم، ما عندناش كونتيتي كبيرة، راح نفرغوا فيها السكر. هنا راح نديروا على راس المغرف حمض السدر، يعني شوفوا الكميه اللي درتها، والا ديروا ملعقه كبيره من عصير الليمون. راح نديروا الزبده تاعنا، يعني تحبوا ديروا الزبده تحبوا ديروا السمن. راح نديروا قطرات خفيفه فقط من مستخلص المزهر. هنا راح نديروا حوالي ملعقه الى ملعقتين، وراح نخلو الكميه للنهايه ونفرغوا نصف لتر من الماء. هنا واش ندير، راح نحركهم قليلا بالملعقه وراح نديرهم فوق النار. يعني لما ديرهم فوق النار بعد الغليان راح تحسبوا لهم حوالي 7 إلى 10 دقائق باش تبداو تضيفوا الفواكه الجافه. بعد ما غلى لي هذاك الماء والسكر راح نخليهم من 7 إلى 10 دقائق على نار هادئه جدا، الوقت اللي راح نشلل فيها الفواكه الجافه. هنا الزبيب ديروا الكمية اللي حبيتوها، يعني من 100 إلى 200 غرام على حسب عدد أفراد الأسرة. أنا هنا وش ندير، يعني راح نرمي الزبيب هو الأول، ولما يبدأ يدخل طياب راح نضيف هاد المشمش، ولما هاد المشمش يعني ولي في منتصف الطهي راح نضيف العينة باش يكملوا كامل طياب مع بعضهم البعض. والعينة تاعكم كيما قلت لكم مقبل، يعني إذا كانت الحبة تاع العينة يعني فيها فتحة صغيرة فقط ولا تبان لها العظمة راح تستغناو عليها، لأنه لو رميتوها في المرق يعني المرق تاعكم راح يولي اسود وما راحش يجيكم لحم حلو باللون الاصفر الجميل اللي شفتوه في البدايه. ولما نرمي كامل هذه الفواكه المجففه راح نبدا نقي التفاح تاعي هكذا باش ما يتاكسدليش مع الهواء، وراح نضيفه كاخر مرحله، يعني هو اللي راح نديروه في الاخير كامل. هوليك هذاك الماء والسكر يعني عندهم حوالي 10 دقائق فوق النار على نار هادئه جدا. راح نديروا لهم كمية الزبيب، يعني هنا راح نزيدوا الزبيب فقط، راح نخلوه حوالي 5 إلى 10 دقائق كذلك. أنا ما نقدرش نعطي لكم الوقت لكن عينكم هي ميزانكم. هاوليك الزبيب يعني بدا يتعسل شوية، راه في منتصف الطهي. هنا رميت هاد الحبة تاع المشمش وراح نخليهم على نار هادئة، ولما يبدا يدخلهم الطياب ويولوا في منتصف الطهي تقريبا راح نضيف كمية العينة ولا البرقوق المجفف. هنا ضروري النار تاعكم تكونوا منقصينها يعني تكون هادئه، لاننا يعني استخدمنا نصف لتر من الماء فقط، ولازم نحافظوا على هذيك الكميه تاع الماء، لانه اذا زدتوا للنار راح تتبخر لكم كميه الماء وراح يتكرمل لكم هذاك السكر وما راحش تنجحوا في الوصفه نهائيا. هنايا تقريبا هذاك المشمش راه في منتصف الطهي، راح نضيفوا هذوك الحبه تاع العينه، وضروري الحبه تاع العينه يعني تكون متماسكه. اذا كانت فيها اي فتحه ولا العظمه تاعها تبان لما ترموها في المرق وتخلوها حوالي 10 دقائق فقط راح تبدا تطلق لكم هذاك اللون الاسود في الحم حلو تاعكم. كاين يعني اللي يديروا العينه تاعهم يشلوها ويديروها على البخار يعني في الكسكاس، يخلوها طيب مليح مليح ويرموها فقط في الاخير تتعسل. يعني هذيك الطريقه كذلك ناجحه، لكن انا ما نعتمدهاش، انا نعتمد انني يعني ندير الفواكه تاعي بالتدريج. يعني هنايا كيما نديروا هذيك الخضر تاع المرق تاع الطعام، نرميو الجزر في الاول لانه ياخذ مده طويله في الطهي، ومن بعد نزيدو نضيفوا بقيه الخضر. يعني نعتمد نفس الطريقه لانه الفواكه المجففه او كل نوع وش يتحمل درجة الحرارة فوق النار ومدة الطهي كذلك. هنا عندي هذا التفاح، يعني قسمت الحبة على 2،
وهذاك النصف راح نقسمه على ثلاثة، وكذلك الماء يعني درت له عصرة تاع الليمون هكذا باش ما يكحلش هذا التفاح ويبقى محافظ على اللون الأصفر. واش ندير؟ راح نحيو فقط هذيك العلفة اللي في الوسط ونحيو القشور كذلك. ضروري تنحو القشور تاع التفاح باش تحصلوا على نتيجة مليحة، يعني الحم حلو ما نخلوش القشور في التفاح. هاي النتيجة اللي تحصلت عليها. هنايا العينة تاعي راهي قريب تتعسل، وانا كنت نقي في التفاح يعني مباشرة راح نرميه مع الفواكه المجففة. يعني ضروري تحترموا الترتيب تاع وضع المكونات باش تحصلوا على نتيجة مليحة في النهاية. هنا عايليك يعني شوفوا هذيك العينة تاعي كيفاش تعسلت لي، لما تشوفوها يعني انتفخت تعرفوا بلي هذا الوقت المناسب اللي تقدروا تضيفوا فيها التفاح. يعني العينة والتفاح ما راحش يدوكم مدة طويلة في الطهي. العينة نرميوها حوالي 5 إلى 7 دقائق وراح تكون طيبة، وكذلك التفاح يعني ما راحش يدي مدة طويلة. صراحة أن هذه هي الطريقة اللي نعتمدها وناجحة 100%. والحم حلو تاعي يعني إذا حبيت نخبيه يقدر يشد لي أكثر من العام خارج الثلاجة، لأنه يعني نحترم مدة الطهي تاع كل الفواكه، وكذلك ندير كمية لا بأس بها من السكر. يعني الحم حلو إذا كانت فيه كمية صغيرة من السكر هنا ما راحش يشد لكم بزاف. أنا نعتمد في مبدأ الطهي تاع الحم حلو يعني كي شغل راني نطيب في المعجون، ولهذا يشد لي مدة طويلة. هنايا هاني رميت التفاح، فقط راح نخليه يتعسل لي. وهنا كيفاش تعرفوا؟ يعني تشوفوا هذاك التفاح بدا من الأطراف يعني يولي شفاف وبدا يدخلوا طياب، وإلا رفدوا حبة تاع تفاح بالملعقة يعني سيوها بالسكين. إذا تقطعت لكم تمتم يعني التفاح تاعكم راه طايب وراح تطفوا على الحم حلو تاعكم مباشرة. المبدأ تاعي في الحم حلو هو أنه في البداية يعني نديرو كمية صغيرة من الماء، يعني ماشي كمية صغيرة لكن كمية تكون متناسبة مع كمية السكر. إذا كترتوا الماء في البداية الفواكه تاعكم يعني عمرهم ما راح يتعسلوا. أنا نعسل الفواكه تاعي في البداية مع كمية السكر والماء، ولما يتعسلوا لي يعني نقدر في النهاية نضيف العسل. يعني وصفة العسل المنزلي راهي سهلة وراح نحكوا عليها فيما بعد في الفيديو. هاي ليك يعني الفواكه تاعي كامل تعسلوا، خذوا حقهم من الطياب، يعني رميتهم بالتدريج كل وحده في الوقت المناسب، ولهذا تحصلت على هذه النتيجه. هنا المتتبعين اللي دخلوا جداد ولا اللي ما شافوش الفيديو تاع الحم حلو بكميه كبيره راح نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله تشوفوه، هكذا باش تشوفوا يعني الفرق بين انكم طيبوا كميه كبيره وكميه صغيره. هنا عندي هذا العسل يعني عسل مصنوع منزليا. هاوليك راح نفرغ لكم فقط وراح تشوفوا القوام. انا طيبته شويه خفيف باش نضيفوا اللحم حلو، وتقدروا تحصلوا على قوام يكون اثقل، فقط راح تنقصوا كميه الماء. اضافه العسل في هذه الوصفه يعني لما تطيبوا كميه قليله من اللحم حلو اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. من بعد راح نوري لكم القوام نتاع العسل اللي تحصلنا عليه في الكميه تاع اللحم حلو هذه، وراح تشوفوا بلي راح يكون مناسب وراح يكون كافي. لكن في الفيديو تاع اللحم حلو اللي طيبته بكميات كبيره اضافه العسل يعني خطوه ضروريه. يعني ان شاء الله تشوفوا فقط الفيديو وتقارنوه مع هذا الفيديو وراح تعرفوا كامل واش راني نهضر. راح نتكلموا على وصفه العسل في عجاله. راح ديروا 1 كيلوغرام من السكر، عصره من الليمون، وراح ديروا كوب من الماء، يعني هذا الكوب فيه 250 مللتر. تراقبوا هذاك السيرو، ولما يدخل في مرحله انه يصبح اللون تاعو بني فاتح راح ديروا له كاس ونصف من الماء، وراح تعايروا بنفس الكاس. يعني راح تخلوه حوالي 5 دقائق فقط فوق النار وراح تطفوا له، ولما يبرد لكم راح يصبح بهذا القوام. واذا حبيتوا القوام يكون اثقل يعني هذا الكاس فيه 250 مللتر ربما راح ديروا 240 مللتر. انا قلت لكم الوصفه يعني بالكلام فقط باش نوري لكم الوصفه وشحال سهله، لكن راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هكذا باش تشوفوا الوصفه بالتفصيل وتقدروا تنجحوا فيها. يعني العسل وصفه مهمه في شهر رمضان، استخدموها في كل الحلويات المعسله. نهاوليك المرق تاع اللحم حلو، يعني اللحم حلو تاعي هنايا راني رفدته من فوق النار مباشرة، ولما يبرد لي هذا المرق يعني راح يصبح أكثر تماسكا. وكيما راكم تشوفوا يعني كمية المرق اللي راهي في اللحم حلو تاعي راهي كافية. يعني إذا درتوا هذه الكمية الصغيرة يعني هنا خطوة العسل راح تكون اختيارية، تحبوا تضيفوها تحبوا وما تضيفوهاش. أنا راح نضيف كمية صغيرة فقط من العسل، يعني نحب اللحم حلو تاعي يكون فيه المرق، لأنه عندي الأطفال يحبوا ياكلوا اللحم حلو بزاف ويحبوا يغمسوا. هاي ليك راح نضيف هذه الكميه تاع العسل، وهنا كميه العسل راح ديروها يعني على حسب الذوق، تحبوا تضيفوها تحبوا ما تضيفوهاش كامل، تحبوا تضيفوا كميه صغيره تحبوا تضيفوا كميه كبيره، لكم الاختيار. هاي ليك النتيجه اللي تحصلت عليها في النهايه.
يعني صراحة أنا هذه هي طريقتي في اللحم حلو، نعتمدها منذ سنوات. يعني هذه الوصفة عدلت فيها، زدت فيها ونقصت فيها حتى وصلت إلى هذه الوصفة وهذه النتيجة، وصراحة النتيجة تاعها مرضية وناجحة 100%. كيما تشوفوا الفواكه يعني كامل راهم معسلين، راهم محافظين على الشكل تاعهم، يعني ما عندي حتى فاكهة طابت أكثر من اللي يلزم. كل شيء راه طايب في القيس تاعو وفي الحد تاعو. انا حبيت نوري لكم ملاحظه صغيره، يعني شوفوا التفاح تاعي بدا يولي لي شفاف من الاطراف، يعني هنا راه طاب لي وبدا يتعسل. وهنايا ما تبالغوش في طهي التفاح هكذا باش ما يروحش الشكل نتاعو، لما تزيدوا تخلوه داخل كميه العسل راح تزيد تعسل لكم هذيك القطعه تاع التفاح وراح تولي شفافه بالكامل. هنا بالنسبه لكميه المزهر، يعني راح نديروا القليل من مستخلص المزهر، ولما تكونوا راح تسقوا ولا راح تحطوا في هذاك اللحم حلو راح تديروا قطرات من المزهر في كل مره. واذا اعتمدتوا هذه الطريقه يعني اللحم حلو تاعكم ما راحش تسخنوه نهائيا، يعني هنا راح تخبوه في العلبه ولما تجوا راح تستهلكوه يعني في الصحن مباشره بدون عمليه التسخين. هذه نهايه الوصفه، وراح نخليكم مع الصور النهائيه. راني دايره كذلك قلب اللوز، وراح نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. وفي الأخير راح نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.